بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نتابع بنعمه ربنا يسوع المسيح تاملاتنا في رسائل الفرح والمحبه اللي كتبها القديس يوحنا الحبيب، 3 رسائل. واخذنا الاسبوعين اللي فاتوا الاصحاح الاول والاصحاح الثاني. الاصحاح الثالث على فكره يمكن ياخد مننا وقت شوية، لو لحقنا نخلصه بخير وبركة، لو ما لحقناش المرة اللي جاية. ليه؟ لأنه بيناقش قضية مهمة جدا جدا جدا. هل نحن بلا خطية ولا إحنا خطاة محتاجين للخلاص؟ يعني القضية دي هنجلها في وسط الشرح بتاع الأصحاح، الأصحاح الثالث من رسالة يوحنا الأولى. افتحوا معايا الكتب أو الأيفونز. يقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. هنا من أول الإصحاح ده بقى بينقلنا من مفهوم العبودية والربوبية إلى البنوية والأبوة. كده بالظبط، لا أعود أسميكم عبيدا بل أبناء، أنتم أبناء الله وورثون مع المسيح. فالمسيح البكر أخذ جسد الإنسان وأعطى للإنسان أن يكون ابنا لله بالتبني من خلال تجسد المسيح. فشوف بقى يوحنا عايز يبين لنا الرتبة العالية جدا جدا اللي احنا وصلنا لها، بس وصلنا لها بإيه؟ بمحبة ربنا. هكذا أحب الله العالم. لولا محبة ربنا ما كانش ممكن إن الإنسان الترابي الضعيف الواقع تحت سلطان إبليس يبقى في يوم من الأيام ما هوش ابن إبليس ولكن يكون هو ابن الله. طبعا دي هتنقلنا نقلة كبيرة جدا في مفهوم تنفيذ الوصية. أنا لما بنفذ الوصية النهاردة مش بنفذها كعبد خايف من سيده ومن العقوبة اللي سيده ممكن يوقعها عليه لو وقع أو غلط، لا، لأن النهاردة بنفذ الوصية بمفهوم الابن اللي خايف على محبة أبوه وحريص على إن أبوه يبقى باستمرار راضي عنه وتستمر محبته لأبوه. مش هنقدر نوصل لقدر محبة أبوه ليه، ولكن نتعلم من محبة الآب لينا الذي بذل ابنه الوحيد لأجلنا. هنا دي جميلة جدا، عشان كده بصراحة كده كل إنسان مسيحي له شرف أعظم من أي إنسان آخر موجود على وجه الأرض. لازم نعرف الحتة دي، وإحنا مش ما خدناش البنوة دي يعني بتمن، لا لا، احنا اشترينا مجانا بدم ربنا يسوع المسيح اللي سفكوا على الصليب من اجلنا. الآية التانية ينقلنا لخطوة لقدام اكتر. يقول ايها الاحباء، شوف الاول يقول ايه، انظروا اية محبة اعطانا الاب. خلاص، طيب ما دام الاب اعطاني محبه يبقى تنعكس المحبه دي من الاب عليا ووصلها لاخواتي كلهم، يبقى هم احباء. شوف بقى دي احساس يوحنا، عشان كده الايه الثانيه على طول يقول ايها الاحباء. ببساطه كده يقول المسيح حبني يبقى لازم انا احبكم بنفس
المحبة اللي المسيح أحبني بها. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله. شوف بقى، يعني وصلنا إلى شرف عظيم جدا إننا أولاد الله. طب في شرف أعلى من كده؟ الآه فيه. اسمع بقى، ولم يظهر بعد ماذا سنكون. احنا ما احناش عارفين هنبقى ايه، ولكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله، لاننا سنراه كما هو. الله، هنا بقى نقلني مش بس ان انا ابن الله من خلال التبني اللي المسيح تبنهولي للآب، لا، ده اداني ان انا هاخد جسد زي الجسد الممجد اللي المسيح قام بيه من الأموات وصعد الى السماوات. وبكده يبقى انا هقدر اشوف المسيح، هقدر اعاين المسيح. ويقول لكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. ما احنا مش ممكن نشوفه كما هو إلا إذا أعطانا أن يكون لنا جسدا ممجدا على مثال الجسد الممجد اللي قام بيه من الأموات. آية 3، وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. ما أنا مش ممكن هبقى ابن ربنا، ومش ممكن إن أنا هبقى في يوم من الأيام واخد الجسد الممجد بتاع ربنا، ومش هاخد الطهارة وأسعى في طريق الطهارة اللي فيها ربنا، اللي عاش بيها ربنا وهو على الأرض علشان يدهاني. هو مش محتاج للطهارة، مش محتاج للقداسة، هو كلية الطهارة وكلية القداسة وقدوس القديسين. لكن لما حل فيا واداني البنوية، يقول بقى، شوف بقى، كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. شيء طبيعي جدا، يعني أنا مش هبذل مجهود عشان أكون طاهر، لا، ده المسيح الطاهر الحال فيا طبيعي يديني عينين طاهرة ونقي، يديني ذهن طاهر ونقي، يديني جسد طاهر وعفيف ونقي، يديني حواس مقدسة ونقية وطاهرة. ليه؟ لأنه هو طاهر. كل من عنده هذا الرجاء به، يعني ال 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 الرجاء ده اللي هو ان انا ابن الله بواسطة بسبب الحب الابوي اللي ادهوني في شخص المسيح، انا ابقى طاهر. يطهر نفسه كما هو ايضا طاهر. يدخل بقى في حاجة تانية جميلة، دي اللي هندخل فيها اشكالية صغيرة بقى. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي ايضا، والخطية هي التعدي. التعدي اسمها lawlessness. lawlessness يعني أنا بخالف الوصية، دي اسمها تعدي، أتعدى الخطية. يعني مثلا أنا واقف في الإشارة، والإشارة يا هي خضراء يا هي صفراء يا هي حمراء، والإشارة حمراء أروح معديها، أنا تعديت الإشارة، لازم البوليس يوقفني ويديني تيكت، واوحش تيكت اخدها ان انا اعدي الاشاره الحمراء. ده اسمه تعدي، تعدي على وصيه ربنا. فالتعدي على وصيه ربنا يحسب خطيه. ليه؟ لان التعدي معناه ان انا بخالف وصيته، وكون ان هو حال فيا وانا بخالف وصيته، يبقى أنا بتعدى القوة الروحية الكاملة بسكن المسيح فيا وروحي القدوس فيا، بتعدى وصيته، يبقى دي خطية. إذن الخطية هي التعدي، معناها الخطية هي كسر
الوصية. وتعلمون أن ذلك أظهر، شوف بقى، لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. يعني هو نفسه ما فيهوش خطيه، فده لما جه انه عشان يرفع الخطايا بتاعتنا. معنى كده ايه؟ معنى كده اذا انا لقيت نفسي عديت الاشاره الحمراء العالم هيديني تيكت، لكن المسيح لما اعتذر له، لما اتاسف له، لما أتوب، لما أعترف، لما أندم على أني تعديت الوصية، يرفع خطاياي. أمال هو جاي علشان إيه؟ جاي عشان يرفع خطاياي. هنا بقى أعيش في النعمة، بالنعمة أنتم مخلصون وهذا ليس منكم. ممكن أقع ولكن أقدر أقف وأتمتع بغفران خطيئته. آية 6، شوف بقى، في من آية 6 لآية 9، بصراحة دي يعني تتقال على بعضها، فأنا هقولها على بعضها وبعدين نشرح. كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. أيها الأولاد لا يضلكم أحد، من يفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار، من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة، لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. آيات صعبة قوي، حلقة خاصة. نمرة 1 قال إيه؟ من يثبت في النور لا يخطئ، ده في الأصحاح اللي قبل كده. هنا المولود من الله لا يقدر أن يخطئ، دي نمرة 2. نمرة 3، المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه، دي حنجلها في أصحاح 5 في نفس الرسالة. نمرة 4، من يخطئ لم يعرف الله ولا أبصره. ونمرة 5، من يفعل الخطية هو من إبليس. لو خدت الخمس آيات دول أو المبادئ دول مفصولين من غير رباط ببقية السفر أو اللي قبله أو اللي بعده، تدفعني إلى فهم خاطئ جدا، إن كل إنسان يخطي أي خطية، زي ما بيقول من أخطأ في واحدة كسر الناموس كله، مش ابن لله ولكن ابن لإبليس. وده يدفعنا إلى اليأس، يدفعنا إلى اليأس. ده اللي خلى أحبائي، بعض أحبائنا غير الأرثوذكس، يقولك في معموديتين، معمودية المية اللي بيعملوها الأرثوذكس والكاثوليك وبتاع الجماعة دي، دي معمودية مية يعني، دي بقى ما هياش، ما بتخلي الانسان لسه معرض للخطيه وبيقع، بدليل ان الناس بتخطي اهو. لكن في بقى معموديه الروح، واللي يتمتع بمعموديه الروح يتحسن من الخطيه ولا يخطئ ولا يستطيع ان يسقط في تجربه. طبعا ده ايمان خاطئ جدا جدا وكمان جدا، لانه ليس احد بلا خطيه ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. دي نمرة 1. نمرة 2، إن معمودية المية ما هيش معمودية مية. ده يسوع قال لنيقوديموس من لم يولد من الماء والروح، يبقى دي معمودية مية، موت مع المسيح، والروح زيت الميرون اللي بيثبت فيه بيثبت الروح القدس في الإنسان برشم الميرون. عشان كده كان المسيح واضح جدا في كلامه مع نيقوديموس. يبقى إذن العماد المقدس اللي أنا باخده، المعمودية المقدسة دي كاملة وبتهبنا حياة الكمال، ولكن لا تأخذ منا الحرية. بمعنى أنه
بركات المعمودية أو سر العماد المقدس وسر الميرون، يجعلنا نلبس المسيح ونثبت في الروح القدس، لكنه لا يعطينا كارت بلانش بحيث يسحب حريتنا وإرادتنا ومشيئتنا وسعينا نحو الخطأ لا يسلبه منا، وإلا ما بقيناش أبناء، هنبقى عبيد من غير إرادة. لازم نعمل اللي السيد بيقوله لنا، لكن إحنا مش عبيد، إحنا أبناء. للأسف الشديد بهذه البنوة نحن أحيانا نسعى إلى الوقوع في الخطية، أحيانا تتغلب علينا طبيعتنا الضعيفة رغم أننا سبناها، لكن لسه لنا حواس، وهذه الحواس تضعف أحيانا، تسهى على نفسها أحيانا، تفتر أحيانا، تنخدع أحيانا، سميها زي ما تسميها، فيقع الإنسان. وهنا بقى المشكلة، هل أنا يا رب أقدر أقول أنا لأني تعمدت لا أفعل الخطية؟ يرد يقول لي إن كنا إن ليس لنا خطية نكذب ونجعله كاذبا، لأنه ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. وإن قلنا إننا خطاه يقول ده أنا أديتك حياة البر والقداسة بالمعمودية والميرون، طب ما إيه بقى حكاية الخطية دي؟ شوف القديس أغسطينوس والقديس أثناسيوس الرسيل والعلامة ترتيا القديس إيرونيموس وكتير من القديسين الآخرين فسروا الحكاية دي، لكن إحنا ما عندناش وقت ناخد تفسير دي كلها. إنما عجبني تفسير جميل ربما يكون هو ده يعني اللي يقصد به معلمنا يوحنا، وهقول لكم ليه بعد كده. بعد كده بيقول ان الخطيه العظمى التي يقع فيها الانسان هي خطيه فقدان المحبه، فقدان المحبه. اذا فترت محبتي لربنا اقع، اذا غابت محبتي لربنا اقع، إذا بعدت عن الصلة الدائمة بربنا والفكر الدائم فيه ممكن أقع، لكن بالحب أرجع تاني بسرعة جدا، لأن محبته لا نهائية ومحبته غير مشروطة. فالقديس أغسطينوس بيقول كلمة الخطية دي اللي كررها يوحنا الحبيب أكثر مرة من مرة في الآيات اللي فاتت تنصب على فقدان محبة الإنسان للمسيح، دي أعظم خطية ممكن يقع فيها الإنسان. وإذا وقع الإنسان، إذا وقع الإنسان في فقدان أو فتور أو برودة أو جمود محبته لله، يبقى معرض للوقوع في الخطية بسهولة جدا. ده اللي قاله معلمنا يوحنا أغسطينوس القديس. الدليل على كده إيه؟ قال الدليل على كده في الآية اللي بعدها، بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. بدأ يقول على نقطة المحبة، وكأنه بيقول ممكن للإنسان المسيحي أن يقع في الخطية لكنه لا يفقد محبته لله، وبالتالي لا يفقد رجاؤه في الله، وبالتالي لا يسقط في اليأس من محبة ورحمة الله، فيرجع إليه ويعترف بخطيته نادما على فعلها، فينال غفران الخطية مرة أخرى. لأن هذا هو الخبر، شوف 11 يقول
لأن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء، أن يحب بعضنا بعضا. أصلاً مش ممكن أقول إن أنا بحب ربنا وأنا مش بحب أخويا، ودي هيقولها بعد كده. مش ممكن أقول، أو قالها حتى في الإصحاح اللي فات، مش ممكن أقول إن أنا بحب الله وأنا مش بحب أخويا، وإذا ما حبيتش أخويا يبقى أنا وقعت في الخطية. لأن من لا يحب أخاه الذي يراه، كيف يحب الله الذي لا يراه؟ وراح جايب مثال في آية 12: ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة، لأنه فصل نفسه عن محبة ربنا. لو هو كان بيحب ربنا، حتى لو قدم ذبيحة مش قوي، كان ممكن ربنا يقبلها منه مؤقتا ويعلمه أنه يقدم ذبيحة دموية. لكن حقده على أخوه خلاه قتل أخوه، لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة. يدخل هنا بقى من أول آية 13 في مقارنة بين الله وبين العالم. وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في حكاية العالم دي، العالم اللي بيقصد بيه شهوات العالم ورغبات العالم ولذات العالم وانشغالات العالم وأموال العالم وشرور العالم. دي يقول عنها: لا تتعجبوا يا أخوتي إن كان العالم يبغضكم. عشان كده بيسموا الشيطان رئيس هذا العالم، والمسيح قال الكلام ده: رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. فهنا بقى هيدخل يقول: لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. آية رائعة. محبتنا لإخواتنا نقلتنا من الموت للحياة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. يعني مش معقول. مرة اللي فاتت كنا بنقول عن المحبة وحنحب to what extent نحب. نحب الكل، نكره الأعمال اللي بيعملوها، نكره التصرفات، نكره العثرات، نكره الأحكام البطالة اللي بيعملوها، لكن نحب أشخاصهم ونصلي من أجلهم. بدل ما نقول يا رب خدهم، نقول يا رب فوقهم، صحيهم. إذا ربنا يعني فتح قلبهم، أو هم اللي فتحوا قلبهم لربنا في يوم من الأيام وتابوا، زي ما كتير من الأشرار اللي كانوا عايشين في عمق الخطية تابوا بقى قديسين ومنهم شهداء وشهيدات، ما نقدرش نتخلى عن محبة إخواتنا مهما كانوا. كلمة الأخ هنا لا تعني أخويا في المسيحية، ولا أخويا في الأسرة، ولا أخويا في الكنيسة. أخويا في الإنسانية بوجه عام. نمرة 15: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. الله، إيه الحكاية دي؟ كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. حد يقدر يفسر لي الآية دي؟ بيقتل أخوه يعني لما بيغده، ولا بيعمل إيه؟ حد يعرف؟ كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. طب أنا أقول لكم، كل من ممكن يا بنا يكون قاتل نفسه هو. برافو عليك. هي دي الإجابة الصحيحة. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. ليه؟ لأنه بيقول انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. فإذا أبغضنا الإخوة يبقى انتقلنا من الحياة إلى الموت، يبقى احنا عايشين في الموت. واللي يعيش في الموت يعني معناها إنه انفصل
عن المسيح، انفصل عن النعمة، انفصل عن عمل الروح القدس في حياته. عشان كده الآية لما تقراها يقول كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، يعني بيقتل نفسه. الكراهية معناه أن أنا بنتحر روحيا، الكراهية تخليني أنفصل عن المسيح، والمسيح هو الحياة، والانفصال عن المسيح هو الموت. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. عشان كده literally اللي بيقتل نفسه الكنيسة ما تصليش عليه إلا إذا كان عنده مرض نفسي وبياخد أدوية وحاجات ما هوش مسؤول عن تصرفاته. لكن اللي ييأس واللي يتعب علشان ما جابش الدرجات اللي مش عارف ايه في الثانوية العامة وعشان ما دخلش كل اللي عايزها، يرمي نفسه من الدور الخامس، كل دي معناها انه قاتل نفس، فالكنيسة ما تصليش عليه. فيقول تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. ما تقدرش الكنيسة تقول له افتح له يا رب أبواب، وافتح له أبواب، افتح له أبواب. 16، بهذا قد عرفنا المحبة. ايه بقى المحبة؟ ايه تعريف المحبة يا يوحنا الحبيب؟ ان ذاك قد وضع نفسه لأجلنا، هي دي المحبة. هكذا أحب الله العالم الذي من أجل السرور الموضوع أمامه وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، فجلس في يمين عرش الله، وضع نفسه لأجلنا، هي دي المحبة. وعشان كده يقول انظروا أية محبة أعطانا الله، إزاي الله يموت من أجلنا. لقد بين الله محبته لنا لأننا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. ده مدفوع بحبه، مفيش أي دافع تاني يخلي المسيح يموت من أجل أي إنسان آخر، لأن مفيش إنسان في الحياة يستاهل أن المسيح يموت من أجله، لكن المسيح مات فضلا وحبا. هذه هي المحبة، ليس أننا أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا أولا وبذل نفسه لأجلنا. شوف يقول إيه، بهذا قد عرفنا المحبة. عرفنا يعني إيه؟ يعني فهمنا المحبة هي إيه، يعني أدركنا ما هي المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا فنحن إن ريتيرن بقى، ما مش معقول بقى هو هيبقى وضع نفسه لأجلنا وإحنا هنقعد نتفرج عليه، لازم نعمل حاجة عملية. فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة، ودي عملها يسوع في الدرس العملي بتاع غسل الأرجل يوم خميس العهد. قال لهم أنا قد غسلت أرجلكم وأنتم بتقولوا علي السيد، أنا السيد، يجب عليكم أن يغسل بعضكم أقدام بعض. وأما إن كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشائه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يعني مثل من أمثلة تخلي الإنسان عن أخيه وإغلاق أحشائه أمامه، وبذلك لا يستطيع أن تثبت محبة الله فيه. بصراحة كده يوحنا بيقول يا جماعة لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، ودي قالها يعقوب الرسول في رسالته. وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشائه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي، اسمعوا بقى، أو قالها تاني أو بوضوح، يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. بالعمل والحق، المسيح عايز المحبة العملية، مش المحبة الشعورية وخلاص، مش انك انت تقول يسوع بيحبني، انا عارف ان يسوع بيحبني ويسوع مش هيتخلى عني، فعلا مش هيتخلى عني،
ويسوع ما قدر اللي انا فيه. لا بقى، شوف بقى، انت بتعمل لنفسك حجة وتلكيكة، ها، علشان ما تسلكش في وصية ربنا بمحبة، بمحبة عملية، وتقول ربنا رب قلوب، ربنا شايف وعارف، ربنا مقدر. طب ما انت اللي حارم نفسك من محبة ربنا، انت اللي بتحرم نفسك منه، مش انت تقول بقى ربنا عارف وربنا شايف وربنا مقدر. لا، ده انت اللي تبقى تسعى الى الله وتتمنى كل لحظة عشان تكلمه وتحس بوجوده في حياتك، تحس بلمسة ايده لكل اعمالك، كل تصرفاتك، كل افكارك، كل كلامك ايضا. بهذا نعرف اننا من الحق ونسكن قلوبنا قدامه، يعني قلوبنا تبقى ثابتة. And shall assure our hearts before him، يعني كده نسكن هنا، مش نسكن يعني يبقى شقة وبيسكن فيها، لا، نثبت، نتأكد، نؤكد ان قلوبنا موجودة قدامه، اننا من الحق. من هو الحق؟ هو ربنا يسوع المسيح. لأنه إن لمتنا قلوبنا، فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. إن 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 قلوبنا يعني لامت نفسها، إن ندمت قلوبنا، ربنا شايف اللي في قلوبنا. يعني يكفي إن يبقى عندك ندم في قلبك، ربنا شايف هذا الندم ويشجعك جدا بخطوات العملية انك تعبر عن هذا الكوندمنيشن، اللي انت كوندمن يور سيلف، ان انت من جوه قلبك كده تدين نفسك وتلوم نفسك. يعلم الله كل شيء. ايها الاحباء، ان لم تلومنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله. ان ما كانتش قلوبنا هتلومنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان ما كانش فيه دلوقتي لوم لنفسنا، لسه عندنا ثقة في الله ان هو يغير قلوبنا عشان نحس بالخطأ اللي احنا فيه، يغير حياتنا عشان نندم ونصحح مسيرتنا، نغير مسلكنا وتصرفاتنا، لاننا واثق ان ربنا هيقبلني. I'm confident toward him, toward God، ان هو يقبلني لما ارجع. عشان كده يقول ايها الاحباء، حتى لو ما لمتكوش قلوبكم دلوقتي، يا سلام، الكنيسة تصلي من اجل البعيدين، من اجل الناس اللي مش بيلوموا نفسهم، لكن احنا عندنا ثقة فالله انه ممكن يعمل في قلبهم، ولو على النزع الاخير، ولو على النفس الاخير، ان هو يرجعهم لحضنه، وان هم يتوبوا من قلبهم، يعطيهم فرصة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، طول ما في نفس في قلبي. بس المهمة يا جماعة، نقطة المهمة، لا تفقد محبتك ولا ثقتك ولا رجائك في من يحبك محبة أبدية ويديم لك الرحمة. ومهما سألنا ننال منه. ليه؟ لأننا نحفظ وصاياه. بس هنحفظ وصاياه إزاي؟ بالمحبة. من يحبني يحفظ وصاياي. مش هتحفظ الوصية خارج دائرة المحبة للمسيح. أرجوك تفهم الحتة دي كويس. أنت مش هتحفظ الوصية عشان تحب ربنا، ودي دايما نقولها ونكرر عشان ما ننساهاش. أنت بتحب ربنا من منطلق حبك لربنا، انت هتحفظ الوصية. فأرجوك ما تنساش الحتة دي. مهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. هنا الإيمان العامل بالمحبة، هنا المحبة العملية اللي قال عليها يعقوب، لو شفت أخوك محتاج تقول له روح اذهب واستدفئ وكل واشربه، هي بقى دي، هو ده الايمان.
أرني إيمانك وأنا بأعمالي أريك إيماني. نعمل الأعمال المرضية أمامه. المسيحية مسيحية سلوك وعمل إيجابي بالروح بالنعمة. الحل فينا بالروح القدس الساكن فينا. آخر آيتين يقول إيه؟ وهذه هي وصيته. إيه الوصية بتاعتك يا رب؟ أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح. وإذا أمنا باسم ابنه يسوع المسيح هنحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية المحبة، وقال أحبوا بعضكم بعضا. هو من العهد القديم قال تحب الرب إلهك كل قلبك وكل فكر وتحب قريبك كنفسك، لكن في عهد النعمة قال أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونك. مش بقول لكم رسالة يوحنا أو رسائل يوحنا كلها بتركز على موضوع المحبة، والمحبة تعطي الفرح، والمحبة تعطي السلام، والمحبة تعطي النسير في الحق، والمحبة تعطينا الأعمال الصالحة التي بها يتمجد الله في حياتنا. يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. الثبات في الله. ما معنى الثبات في الله؟ أن تكون صورة الله دائمة قدام عينيك، أن ترى الناس من خلال الله، أن تتكلم مع الناس من خلال الله، أن تفكر في الناس بعقل الله. وأنا مش بقول كلام مجاز كده، ده بولس الرسول قال أما نحن، ها أظن يوحنا قالها، أما نحن فلنا فكر المسيح، أما نحن فلنا فكر المسيح. وكأنك أنت يعني تتكلم بعقل الله. تتصور بقى، تتصور أنك أنت تتكلم بعقل المسيح؟ آه ممكن، مدام المسيح ساكن فيا يبقى أنا أحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن إنما أحياه باسم ابن الله الذي بذل نفسه لأجلي، مات لكي يحييني. من يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. نفسي يا رب يسوع إن أنا أثبت فيك فعلا وإنت فيا. وإن ثبت فيك يا رب مش هتبقى فيه كلمة تطلع مش مظبوطة، ولا فكرة هقبل إنها تيجي ومحاربهاش، ولا حاسة تدنس بحاجة واسيبها، ولا كلمة تيجي لوداني ومطردهاش. إحنا عارفين إننا ممكن نضعف ونخطأ، لكن عارفين إن إحنا برضو نقدر نطرد كل ما دخل فينا من أفكار وحشة وأقوال وحشة وأعمال وحشة، نطرد عننا لكي نحتفظ بقوة المسيح القائم بجسد الممجد فينا وعمل الروح القدس المخلينا هياكل فيه. وبهذا نعرف أنه يثبت فينا. هنعرف إزاي أنه ثابت فينا؟ من الروح الذي أعطانا. شوف مش بقولك، مش بقولك أهو ما هو سر الثبات في الله؟ أنك أنت هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. بعد كل الكلام اللي قلناه ده، لما ألاقي نفسي بتكلم زي أهل العالم، أو بتصرف زي أهل العالم، أو بقلد أهل العالم عشان الدنيا كلها ماشية كده، إن شاء الله 90% 95% من العالم ماشي كده، يبقى أنا فعلا مش ثابت في الله. يبقى روح الله ساكن فيا ده ما هو شغال. نسأل نفوسنا يا جماعة، وإحنا مش صغيرين، إحنا كبار في السن وماتيور إناف إن إحنا فعلا نحرص بنعمة المسيح. ونسأل نفسنا، لو سئلت يا رب يسوع هذا السؤال ماذا تجيب؟ لو رحت يسوع المسيح هذا المكان ماذا تفعل؟ لو تعرض عليك هذا الموقف
كيف تتصرف؟ يبقى كده أنت تسأل نفسك وتعمل ليس كما يمليه عليك عقلك منفصل عن المسيح، بل ما يمليه عليك صوت المسيح الساكن فيك، لأنه قال أنه في يوحنا 10: خرافي تسمع صوتي، خرافي تسمع صوتي، أنا أدعو خرافي بأسماء وأخرجها. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، ويزود محبتنا للمسيح كل يوم كده. يا سلام، مرة واحد من الناس كان في حاجة كده بينه وبين زوجته، فجاله كده كاهن وقال له: بص حبيبي، أنا طالب منك حاجة واحدة بس، حاول تحب زوجتك ملي واحد زيادة كل يوم، ملي واحد بس زيادة كل يوم. طب إيه رأيك بقى؟ أنا أحاول أحب المسيح قد إيه؟ مش ملي، ده كل خلية فيا تحب المسيح كل يوم، لأن ليه الحياة هي المسيح والموت لي ربح. لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين. أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد للأبد، أمين أمين.